دكتور سي في اهلاوي ما شاء الله، يعني من 2000 وانت في قلب العمل التطوعي في النادي الاهلي. الحمد لله. لكن اعرف الاول ازاي العلاقه بالنادي الاهلي بدات؟ لا دي علاقه من المولد. من المولد بالفطره. طبعا انا ابن احد محبي الاهلي بصدق بجنون، ما يفوتش لحظه للاهلي، ما يفوتش فجر يقرا للاهلي قران. ما شاء الله. نشات في بيت بيحب النادي الاهلي. وجودت انا بقى، يعني انا ابتديت اسافر مع النادي الاهلي وانا عمري 9 سنين. 9 سنين. ابتدت اول مباراه ليا في حياتي في المحله. عجبني الموضوع، بدا يتطور افريقيا وغير افريقيا، يعني فالحمد لله انا منذ النشاه والواحد مع النادي الاهلي. طيب المسار الطبي بقى ما شاء الله عليه، لكن كمان وظفته لصالح النادي الاهلي وخدمه النادي الاهلي، علاقه الاهلي الطبيه بدات ازاي مع حضرتك؟ والله خليني اقول لحضرتك على حاجه محدش يعرفها. يعني انا ابتديت العمل الحقيقي في الطب صغير جدا. وكنت مساعد لثلاثة من أساتذتي، من أكبر الناس في مصر في تخصصاتهم. أنا مساعد الثلاثة. فكنت بشتغل مع أستاذتي الدكتورة نوال الله يرحمها من الساعة 7 صباحا نبتدي نشتغل، يجي أستاذي الآخر يبتدي الساعة 12، يجي وأنا ثابت مستمر. والحمد لله كنت بشتغل بأمانة ودقة ويعني التزام شديد جدا. لم أطلب منهم في حياتي شيء غير شيء واحد، إن من البداية قلت لهم أنا مستعد أشتغل كل يوم من 7 صباحا ل 12 بالليل، بس يوم النادي الأهلي يوم مباراة الأهلي. حضرتك لو تذكر زمان طبعا في الثمانينات كانت ماتشات الساعة 2 و3 الظهر وكده باستمرار. يوم ماتش النادي الأهلي طبعا لا يمكن هروح الماتش الساعة 2، أنا ببتدي من بدري، فيوم ماتش النادي الأهلي أنا مش موجود، أنا أجازة. وكان ده اتفاق ودي بيني وبين أساتذتي، ومشينا على كده سنين الحمد لله. فالأهلي معايا في كل وقت، وقت الدراسة ووقت العمل ووقت كل من أول. لما ربنا أتاح لي فرصة إن أنا أقدم حاجة للنادي الأهلي كان مع كابتن صالح الله يرحمه، تفضل عليا. عشان كده انت كاتب على شاشة الكمبيوتر، اقول العبارة المكتوبة ولا بلاش؟ هلا دي بقولها في كل مكان. تمام ماشي. بدأت العلاقة بالكابتن صالح. كابتن صالح انه تفضل عليا باختياري لتولي ملف اللجنة الطبية في النادي سنة 2000. وقلتها قبل كده بأكررها، ان هو اداني كل الصلاحيات، هو كان شايف ان في بعض القصور في الملف الطبي في النادي، والراجل الحقيقه كعاده الكبار طبعا لما يختار حد يديله حريه ويديله ثقه شديده جدا ويراقبه، يعني هو مش بيديني حريه بدون رقابه. فمن بدايه العلاقه، وحضرتك عارف بقى كابتن صالح وانا صغير قوي، قال لي ان مفيش حدود. ثقه كامله، سلطه كامله، واشتغل على قد ما تقدر ودي النادي الاهلي. الحمد لله عملنا حاجات كتير مع مجلس كابتن صالح، وكان ايامها كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه كان رئيس مكتب تنفيذي. وكان في رجال حقيقيين في المكتب التنفيذي ومجلس الاداره، الحقيقه شفت منهم كل تعاون. وكنت لما بقدم حاجه مثلا لسه لازم تتعمل او ملف مهم او كده، كان يستدعوني ونناقشه في المكتب التنفيذي، او لو لزم الامر ان انا اناقشه في مجلس الاداره. تعاملت مع رجال بمعنى الكلمة. تطور الأمر إن الدورة اللي بعديها توفي كابتن صالح الله يرحمه، وكابتن حسن ابتدى 2004، واخترت في مجلس الإدارة الحمد لله. وخليني أقول لحضرتك إن إحنا كنا المجلس ده كنا بنروح وإحنا سعداء. كان مجلس متجانس بشدة، متآلف بشدة، الكبير يفهم الصغير. أنا كنت لسه أول دورة ليا، وكان في صغيرين معانا وكان في كبار معانا، كنا بنروح غير حب النادي الاهلي، احنا سعداء ان احنا هنلتقي ببعض. تستمتع ان انت الحقيقه كان تتعامل مع القمم دي. تعامل راقي وتعاون مثمر، وبنتعلم من بعض، ومحدش بيفكر في مين بيعمل ايه، المهم ان المجلس يطلع بنتيجه. فالحقيقه شفت في الدوره دي اجمل ايام. الحمد لله.